كابتن سيد، خلينا نروح سريعا لكابتن علي ابو جريشه، نجم نجوم الدرويش السابق ونجم نجوم الكره المصريه، وبما اننا بنتكلم عن راس الحربه بالتحديد ومروان محسن. يا كابتن علي، مساء الفل على حضرتك. مساء النور يا امير، اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله. رؤيتك لمباراة الغد، المباراة الافتتاحية إن شاء الله لمنتخب مصر أمام زيمبابوي، وما يجب أن يكون بالنسبة لمنتخب مصر مع بداية انطلاق بطولة قوية زي دي يا كابتن علي؟ شايف البداية ممكن تكون إزاي؟ وكمان شايف التشكيل ممكن يكون إزاي بالنسبة لمنتخب مصر؟ والله طبعا مباراة الافتتاح مباراة هامة جدا، بتدي مؤشر على طول للفرق الثانية، أنت عايز تروح لفين؟ عايز توصل لفين؟ صحيح ما تبقاش مقياس، لكن في الاول ممكن يبقى الاداء ما هواش عالي قوي، لكن التركيز مهم جدا في المباراه الاولى. تمام. احترام المنافس مهم جدا في المباراه الاولى. يعني ما ينفعش اقيس الفرقه والعب على قدها، لا، لازم انا افريقيا النهارده ما عادش فيه فرق سهله. والفرق كلها عندها نجوم بتلعب في الخارج، وعندها لعيبه على مستوى افريقيا كلها عندهم نجوم بيلعبوا في الخارج، وبالتالي ما عادش في فرق سهله في افريقيا. فنتمنى لعيبتنا ان شاء الله تركيزهم عالي، نتمنى باذن الله احترام المنافس نديله قدره، ونمره ثلاثه ادي انطباع من اول مباراه ان انا واخد الامور بجديه، وبدي انطباع ان فرقه مصر فرقه ثقيله، وده مش هيجي الا ان شاء الله باداء اللعيبه وتركيز اللعيبه وتصميم اللعيبه. تمام. طريقه اللعب ممكن تكون ازاي، او الافضل من وجهه نظر حضرتك بالنسبه لطريقه اللعب المنتخب المصري مع بدايه اول مباراه في البطوله؟ يعني ما هو مش هيغير من كل مباراه لثانيه، لكن هو ممكن يغير اثناء المباراه. كويس. لكن البدايات دايما بتبقى معروفه، انا بيلعب باربعه، بيلعب اثنين قدامهم واحد، وبعدين ثلاثه قدامهم واحد، فاحنا بنتكلم على 4-2-3-1 يعني. 4-2-3-1 دي 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 وارده. التغيير بقى مش التحول يا امير، لما بيحصل بسرعه الطريقه دي بتتغير. يعني النهارده فرق افريقيا بتبقى صعبه ساعات، ليه؟ عندها سرعه في التحول من موقف دفاعي لموقف هجومي، والعكس صحيح، فبيعملوا كثافه عدديه باسرع وقت ممكن، فبيصعبوا الامور على الفرق الثانيه. عشان كده بقول دايما بتلعب خلي بالك ان 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 الكوره تبقى هي الاسرع، ما تجاريش فرق افريقيا في السرعه، لان هم اسرع منك وهم فانت النهارده بالذكاء وبالتكتيك العالي تقدر تتفوق. تمام. لازم يكون خصوصا انديه افريقيا كلها النهارده، الابطال افريقيا كلها من الـ من الـ من الـ من الـ من اللي هو الشمال الافريقي. بالظبط، طبعا اكيد. طيب، يعني بنتكلم عن الكونفدراليه، نتكلم على بطوله دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال، كل ده من الفاينل، الاربع فرق في من البطوله من الشمال الافريقي. الافضل ان المنتخب يبتدي بطريقه متوازنه، ولا يكون فيه هجوم من البدايه عشان تقدر ان انت تحقق نتيجه كويسه جدا وتديك دفعه لباقي البطوله، وانت هدفك الاساسي دايما هو الفوز باللقب اكيد؟ يعني انا رايي يا امير، انت بتلعب في ملعبك وجمهورك، لازم تاخد المبادره، ولازم تاخد المبادره مع كويس. مع وضع في الاعتبار انك مش بتلعب لوحدك، وضع في الاعتبار الهجمات المرتده، وضع في الاعتبار الالتزام بالناحيه الدفاعيه من اول المهاجمين اكيد، لكن انت في ملعبك لا يمكن هتقعد تترقب وتستنى وتنتظر وكده، انت الفرق بتبقى نازله عامله حسابك في ملعبك وخايفه منك، جمهورك وراك، وبالتالي انت تاخد انا ده رايي ان انا اخد الامور بخطف، يعني لازم اخطف الفرق اللي قدامي طبعا، وفي نفس الوقت انا ما بالغش في العمليه دي عشان ما يعني ما اسيبش ثغرات كبيره في خط الظهر. طبعا. لابد ان انا يبقى في اتزان، ومع الكثافه العدديه تبقى في وقتها، اعمل كثافه هجوميه في وقتها، سرعه الارتداد مطلوبه بسرعه عشان برضه ما اسيبش ثغرات عندي في الناحيه الدفاعيه. يعني انت المفروض تلعب بمرونه عاليه جدا في المباريات المهمه، وكل مباراه افريقيا مهمه، فبالتالي انت تبدا من البدايه تعود لعيبتك على مرونه الاداء او الرشاقه، بنسميها حتى رشاقه الاداء، رشاقه الاداء هي سرعه التحول. تمام. التشكيل الانسب من وجهه نظر حضرتك يا كابتن ممكن يكون مين؟ والله التمثيل يعني دايما دي حاجه بتاعت الجهاز الفني اكيد يعني، اكيد، لكن وجهه يعني نظر حضرتك بخبراتك الكبيره، يعني شايف الانسب ان هو والله يبتدي. هو متعايش مع اللعيبه اكتر، وشاف والماتشين دول يعني يمكن اداله انطباع معين،
الماتشين دول حاط ايده على بعض حاجات يعني، لان برضه فتره الاعداد انا شايفها والتجهيز ما كانتش جامده، ما كانتش فرقه، ما كانتش مناسبه وقت طويل قوي. وبالتالي هو عمل ماتشين، الماتشين ادوا له يعني انطباع عن الناس اللي ممكن يبدا بيها. فأتمنى لأي حد يبدأ يا أمير، طبعا كلنا نتمنى النجاح أكيد. لكل اللعيبة اللي هتبدأ أكيد. وخلي بالك ممكن كلمة السر تبقى في الناس اللي قاعدة على الدكة بره يعني، يعني مش شرط مين يبدأ، المهم الأول مصر تكسب. نمرة اتنين، الدكة كان ليها دور كبير جدا في البطولة بتاعت جده، لما جده كان بينزل بيغير طبعا يعني وخلي بالك يعني يعني المهم يعني ربنا يوفق الجهاز الفني في قراية الماتش كويس، في عمل التغييرات في الوقت المناسب، في كل النصايح اللي بيقولها للعيبة تقف محلها، وإن شاء الله ربنا يوفق اللعيبة. لكن والله كلهم يعني ربنا معاهم وإحنا كلنا وراهم، اللي يبدأ كلنا واقفين وراه. تمام. طيب كابتن علي، ما ينفعش يكون حضرتك معايا وأحد أبرز خط نجوم في تاريخ الكرة المصرية وما أسألكش عن المهاجم الانسب لقياده المنتخب في بطوله الامم الافريقيه، مروان ولا احمد علي ولا كوكا من وجهه نظرك ونصايحك كمان؟ كله هيبقى ليه دور، خلي بالك اللي هيحط بصمته هيبقى كده، كله هيبقى ليه دور. انا شايف البدايه ممكن تبقى مع مروان. تمام. انا شايف البدايه كده، لكن خلي بالك انه في ناس برضو يعني، وخصوصا احمد علي، لان برضو يمكن كوكا اخذ نصيب احمد علي ما لكن اعتقد ان التمثيل يعني يمكن في البدايه هيبقى الانطلاقه هيبقى مروان، يمكن اكثر انسجاما مع المجموعه اللي هتبقى وراه خلف منه. يعني ان شاء الله ربنا يوفقه، احمد علي اذا كان مروان اذا كان كوكا. احنا ربنا يوفقه، فان شاء الله باذن الله يعني فريقنا يدي انطباع كويس جدا، بدايه كويسه جدا، ان شاء الله يبقى من نصيبنا الفوز باذن الله، تبقى انطلاقه كويسه جدا. لكن ان شاء الله انا شايف انه احمد علي يمكن هو الاجهز دلوقتي، او يعني معنويا احسن، جايب جول الماتش اللي فات بشكل كويس. صحيح احمد علي جاب جول برضو كده، لكن حضرتك على الجون بتاع مروان، جون مروان جايب جول جميل قوي مخطوف، احمد علي كمان جاب جول، يعني حاجه كويسه ان هم يجيبوا جول. يبقى ليه؟ لان المهاجم دايما لما يجيب جول بيبقى يعني معنوياته عاليه جدا، اكيد طبعا، وبترفع معنوياته، يبقى قرب من الجول، لما بتبعد عنه شويه بيبقى متأزم، انما ما دام قرب من الجول يبقى ان شاء الله الامور هتمشي معاه باذن الله. ان شاء الله. يا كابتن علي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على هذه المداخله.